بعت لبتال هذا الغراب نقول هذا زيت هذا زيت محروق ها زيت محروق هذا زيت محروق والله ما ادري ايش وبالنسبه هذا كركم طيب دقيقه وخر عن هذا كركم هذا بذره كتان بالنسبه للكركم بذره كتان اعلمكم بعدين ليش وهذا قطره لا احسنت هذا قطران زيت محروق عندنا هنا كركم وبذرة كتان بذرة كتان عاد هذا ابوي اروح ادك يحطونه مع العليق للشعر بالنسبه لهذا نعلمكم فيه بعدين اللي هو الكركم هيا اروح امسكه خلاص من كحلان بالله شوف باقي فيها من الزيت اللمس شيء اذا باقي بالله اذا باقي في زيت لازم نمسكه خلاص اسمع تعال خذ الرشمه دي خذ الرشمه لا تجي الله يهديك يلا يا عيال يلا اليوم عندنا عنب الخيل حوافر و ان شاء الله تبارك الرحمن راح كله لا تتحضرون يبزق دك خلاص يا هذا يا مال البركة ما شاء الله تبارك الرحمن الله انك كفو يا سعد يلا ما يقول له البلية يلا هات ما عليك يلا ما يسوي شيء لا ما يسوي شيء هيا كذا من فوق ايه يلا فوق قرب حط لي شامبو طيب خلاص في كثير انا حط كثير بنعطيك شوية موية بعطيك جيب موية ساعد عطني ما شوية بس شوية عشان ما أقدر يلا كذا يا بتار هاي يلا روح فوق سمحة. ما ابغى مشط هذا ما هو مشط هذا فرشه ما ابغى فرشه هذا ما ابغى امشط هذا المشط من هو؟ ما خليني امشط يقول لا هو كلمت انت وقال لك لا؟ ايوه يا كبره عند الله يا وليدي اولا عندنا تنظيف بعد التنظيف نسوي لكم العناية بالحوافر تمام نظف يا سعديهم نبدأ ننظفها بالشكل ذا وبعدين يلا قول بسم الله ما شاء الله بارك الله هي صبر لا تطلع حركتك لا تصير سريعة مرة يعني وبقوة عشان ما تخوف الخيل يلا خلاص اسمع وخر سعد وشوف انت خروجك انت وياه صحيح ولا لا لا تسبقه ولا يسبك صح لا ينفك منك لا ينفك ما تقدر قول مقدر تسبك
ايوه معتاد كره. لا 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 مو من تحت، اول شيء ترويش كذا من فوق. يا خلاص بيقلب لونه. مو كذا مو كذا سعد، كذا ما يجيب نتيجة ولدي، كذا ما يجيب نتيجة. تعا 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 صب المحل، صب صب. ايوه بس اصبر. تعال يا بهاء، انا لك انت قطعه بعد شوي اصبر. اغسلها لي، اغسلها بس انا انظفها عشان ابهاء استخدمها. تمام يا سعد، بالنسبه للزيت هذا زيت محروق، استخدم ليش؟ استخدم للحافر من الخارج. القطران استخدم الحافر من وين؟ من الداخل. تمام؟ عشان يقوي الحافر من الداخل ويتلين الحافر من الخارج، ما يصير ناشف ويتشطب. حلو؟ يلا تابعوا معنا. هيا عطني اياها. جيب الزيت ولا قطعها؟ تعال. ويش؟ لاحظ هنا، شوفه الحافر من هنا كنت انشطب، مو شطب كامل بس يعني قشر طرف الحافر من فين. شوفه من يوم ذاك اليوم، من يوم سواها وقلمها قال انا حطه زيت محروق عشان يلين الحافر، طبعا ما يكثر، ما يكثر مره. تحط الحين بعد 5 أيام 6 أيام ما في مشكلة، مرة بعد.
تصوير بكاميرا وسيعة. ايوه بابا. هلا. ابغاك البطولات. اجي رسم. يا بابا الظل قشطه. بظل ما عندي تنزل. يا كتابات ايش كذا؟ شوف. ها؟ كذا. طيب ما في مشكلة. بس الحين انتهى من الزيت. ما عليك. خله. بسم الله. دقيقة بس دقيقة. ايه الزيت. خير انا حاط زيت بعدين. كل شوك هذا جبين بيدي. امسك بطل. قفل. بقوة يا بابا. طبعا تحرص انك ما تجي قدام ركبة الخيل. شوف كيف سوت. شلون ما تأذيك. ما ركبناها. تعال منين لا تقول زعلان لا تقول تطلع. تعال منين بتا. الجو جريب. يلا عطني دوتي. ها انت كبيره بطاطا. هات فك بتلعب. فك الله يهديك. هذه يمك. ايوه كذا. خلاص تبدا جوازين بس تعال. هذا قطران. قطران جاء علي. لا يجي عليك انت. جاك شويه على يدي. ايوه على يدي هذا. شوف شوي الدبه. طيب بسيط خلاص بس روح 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 ابعد عنا. لا ما قلت لك ايش رد هناك. بسيطة بدينا نعلمك. الحين حنا مشغولين. بابا عندنا الا رجعنا للدجاجة نشوف في بيضة دجاج. ايه ما مشقي فيها الدجاج؟ ايوه. طيب ما في مشكلة. خلصت من ديناري ومن خلصت من سمحة وباقي ديناري باقي وحتى قمرة. باقي قمرة. حتى قمرة. يثبتها. هنا بنغير العلبة. علبة القدران قزاز. ذلنا ان الشيخ يكسر هذاني. امسك ثبت العلبة صح. تمام 200%.
هتطرح 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 اخر خدك. افضل طريقه تنظف الحافر تنظيف صح. احنا غيرنا العلبه صار استخدام اسهل الحين احسن من اول. تمام تمام بس كذا انا اي ما تبدا بشيء تسمي بالله. تمام يلا انت عجب سمحه اخراش يلا تعجب سمحه ها خب خب اخر اخر صبر صبر خذها ورد خفيف خفيف يعني الالم كفو بتال ما شاء الله كفو كفو بتال ايوه روح 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 حد غرفتها روح 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 حد غرفتها ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت بتال احسنت كفو كفو روح ادخل 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 جوا ادخل جوا خلاص طيب انت بتال بتال انت جيب العنه وجيب شو اسمه المقاود ليه ما فكت الرش معنا؟ ما الحقها ما الحقها يقول نسيت وما الحقها خلاص يلا روح روح بنسك الباب يلا يلا باقي ديناري باقي طيب هات في علاج هنا جيبه افتح افتح كيس افتح اعطني ذا الاصفر الاصفر ايوه هذا برتقالي طيب برتقال يلا ركوش هذا علاج استخدمه للبدء يا روح جيب دينارين خذ المقود خذ المقود لا ينفك اذا بينفك لا خلاص اذا انك هذا خبان يا تعال 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 دقيقة امسك امسك الجوال امسك الجوال كذا بس طيب ابوي اصبر هذا يا جماعة الخير بالنسبة ل لا لا هذا ما ينحط هنا هذا مع الاكل بالنسبة هذا كركم تمام الكركم هذا حطيناه عشان المهر عنده التهاب هذا نحطه بالاكل بس انا اللي يوضح التهاب الكلى كيف؟ في البول الواجد البول الكبير يعني ما صرف للجسم عندنا بنسوي له طب شعبي اول شيء اللي هو هذا النفع معه نفع ما نفع جبنا له انا حطه يا ابو جبنا له علاج بيطري ولكن هذا افضل اذا نفع ما هذا افضل وان شاء الله نهم طب اذا حطه هذا يلا هذا مع العليق المغرب تحطه راح اجيبه شوف اسمع دبكه ما ادري هو جابها هيا ولا عندنا هذا شوفوا اللي حطنا هذا كل يوم بدا يستخدم
ابشركم. جاء جاء هيا ولا هيا. كيف تجي قدامه؟ من الغلط انك جيت قدامه. طيب اول شيء سكر الباب، اول شيء سكر الباب، المهرب يطلع. مرة مرة عندك وش؟ عندك استخدام القوة أكثر ليش؟ ما أدري. طيب ها إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وجرس التنبيه عشان أوصلكم كل شيء جديد. نراكم في لقاء آخر إن شاء الله.